بتاعنا قلنا ان هو باكو ميوكاس كونجري متعلق بالبونز اللي حواليه. يعني ايه البونز اللي حواليه؟ انت عندك كمان ماشي؟ في عظم مندبل لمن؟ في عظمه من تحت اسمها هايلويد بون. في عظمه من ورا اسمها ستايلويد بروسيس. في عظمه من فوق اسمها البلد. خلاص؟ هارد بلد وسوفت بلد. يعني انت هنا ما في ده فين المندبل بتاعه؟ في مندبل هنا. خلاص؟ في هنا عظمه اسمها هايلويد بون. في عظمه هنا اسمها ستايلويد بروسيس. في من فوق هنا حاجه اسمها هارد بلد وراها سوفت بلد اللي هو سقف الحنك. ها سقف الحنك من فوق ده اسمه الهارد بالت. مش كلام متعلق في السوفت بالت. يعني انت بص حضرتك انا مداني فين لا معايا. بص حضرتك لو ده المندب وتحت كده وقدام المندبول في عظمه اسمها الهايلويد بون وفي من فوق ومن ورا في عظمه اسمها ستايلويد بروسيس وفي من فوق كده في حاجه اسمها الهارد بلد ومتعلق فيها السوفت بلد. مش الكلام؟ خلي دي ورا شويه كده. هنا الباك اوف ميوكاس ميمبرين بتاعتي محطوطه كده. هذه الفيصله بتاعتي اللي هي الطبق. مش الكلام؟ في عضله بتطلع من المندبل في عضله بتطلع من المندبل تمسك في الطنج ودي اكبر عضله في الطنج وشكلها عامله زي المروحه وتطلع من المندبل وتمسك في الطنج والهايلويد بون. يبقى منظرها عامل كده. مصل عامله زي المروحه كده وبتعمل المين بالك اوف ذا طنج. شايف المنظر ده كده؟ دي عضله اسمها جينيو جلوستس مصل. جينيو جلوستس. دي عضله تطلع من هايلويد بون وتمسك في الطنج وشكلها مربع وكبيره وحلوه قوي كده اسمها من الهايلويد للطنج هنسميها ايه؟ مش هنألف يا ولاد ها؟ هايو جلوستس. اسمها هايو ايه؟ جلوستس. في عضلة هتيجي من الستايلويد بروسيس وتروح للسايد اوف ذا طنج كده هتسميها ايه؟ ستايلو جلوستس. ستايلو جلوستس. في عضلة هتنزل من البلد سوفت بلد وتنزل وتمسك في الطنج كده هتسميها ها من بلد للطنج بلد كلوس بلد كلوس المصري. ماشي الكلام؟ مين اللي هتشوفه جوه دلوقتي؟ هتشوف الجينيو كلوسس هتشوف البلاتو الهاي كلوسس هتشوف الستايل كلوسس مصري. البلاتو كلوسس مصري دي ما بنشوفهاش قوي. هذا المنظر كده هذا المنظر بالجنب سيكشن خلاص واخد سجدة سيكشن وباصص من الجنب. ادي مندبل مقطوع وادي هايلويد بون نصها مقطوع وادي ستايلويد بروسيس باين وادي ايه سوفت بلد باين. تبص من الجنب كده سيكشن لازم الطنج يكون مقسوم نصين عشان تشوف الكلام ده ها. وممكن من ناحيه تشوف الهاي جلوسس ماسل وناحيه تشوف الجينيو جلوسس ماسل. يعني ممكن اوريك الهاي جلوسس من بره ممكن اوريك الجينيو جلوسس ايه من جوه. فانت هنا بيبقى في عندك عضله محترمه جدا محدش منكم يخرج من غير ما يشوفها اسمها ايه؟ جينيو جلوسس. وعضله برضو محترمه جدا وكبيره مش هتتمسك يا اولاد ها؟ يعني مش هيمسكها ويقول لك دي كذا ودي كذا هيشاور عليها عشان هي تنشيل الماسل مش طلقي الهاي جلوسس دي مش تمسكها كده بايديك يعني دي لازقه لازقه على السايد اوف ذا فارنكس فبنسميها هاي جلوسس ماسل. في عضله من ورا اسمها ستايل جلوسس ماسل ممكن ما نشوفش مين البلاد جلوسس دي الاكسترنسك ماسلز اوف ذا تانج. في حاجه بقى اسمها انترنسك ماسلز اوف ذا تانج. الانترنسك ماسلز اوف ذا تانج دي لو خدت سيكشن في التانج بس كده هتلاقي المفروض يعني في ماسلز ماشيه ترانسفيرس وفي ماسلز ماشيه لونجيتيودنال وفي ماسل مش عارف ناسيه فيرتيكال كده
فهي الشيب اوف ماسلز جروب اوف ماسلز ماشيين عكس بعض. ها في ناس ماشيه بالعرض كده، في ناس ماشيه فيرتيكال، في ناس ماشيه ايه انتروسيف، وفي سوبير وفي انفيرو لونجيتودينال ماسلز. يعني التانج بتاعك كده في سوبير لونجيتودينال وفي انفيرو لونجيتودينال ماسلز، وبعد كده في ترانسفيرس ماسل فايبرز ماشي كلها على بعضها كده بنسميها انفرنسيك ماسلز اوف ذا تانج. محدش جوه بقى يستعبط يقول لك يا دكتور وريني الانفرنسيك ماسلز اوف ذا تانج. ها يعني حته لحمه كده، ما حدش منكم ما رحتوش كلت لحمه راس قبل كده؟ في محلات كده بيقول لك ايه مجادن و... الرجول ولحمه راس. دي لحمه راس. ها لحمه الراس دي فيها الطنج كمان، منها الطنج. دي ناس حريفه، ناس يعني ايه كيف مزاج الطنج والجوفره ومش عارف ايه شكله العين، العين بيسموها الجوفره. ها اه دكتور هذا يلا فضل كان ياكل اي شيء دلوقتي عزيز ومكدونالدز، يعني حتى برضه الغلابه اللي بيروح البيت او الطلبه الواعيين بيروحوا البيت، يعني لو الطلبه الوزيه بالغلابه او الوزيه اللي بيروحوا ياخدوا البيت. ماشي الكلام؟ يبقى دي هتبقى الماسلز ايه؟ بطلطان. بعد كده ايش عندنا؟ سب لينجوا معلش بعد ال 45 كلكم هتبقوا كده. حاجه اسمها بريس بايوبيا. بريس بايوبيا انك انت ما تشوفش القران تشوف البعيد. يعني انا اسوق من غير نظاره بس ما اشوفش ما اقراش من غير نظاره. سب لينجو الفولد اند سب لينجو البابيلا وفرينيولوم اوف ذا تانج. بص بقى ارفع لسانك لفوق. ها؟ في حاجه في النص كده ماسكه كده في الطنج في النص ماشي. ده اسمه فرينيولام لينجوي. اسمه فرينيولام لينجوي او الفرينيولام اوف ذا تانج. لا يا راجل اسمه جينو بلس. انت كنت في بيت الامتحان ولا نايم في البيت؟ نايم في البيت. انت لسه لو غازل وشك شعره لسه مجنون حتى. ارفع لسانك كده لفوق تلاقي في حاجه اسمها ايه، في حاجه ماسكه كده الطنج بالميوكاس ميمبرين اوف ذا ايه اوف ذا فلور اوف ذا ماوس اسمها فرينيولام لينجوي. فرينيولام لينجوي. بص في الفلور اوف ذا ماوس من تحت كده هتلاقي في كره الناحيه دي كده وكره الناحيه دي كده، في حته عاليه وحته عاليه حوالين الفرينيولام اوف ذا ماوس. الحتتين العاليين اللي تحت دول بنسميهم سابلينجوال فولدز، اسمهم سابلينجوال ايه فولدز. وفي النص تحت الفرينيولام لينجو في حته عاليه صغيره كده اسمها سابلينجوال بابيلا. اسمها سابلينجوال ايه؟ بابيلا. انت مش انت عندك جلاند هنا اسمها سابلينجوال جلاند؟ السابلينجوال جلاند دي بتفتح بدكت كده بتروح لحته البابيلا الصغيره. والسابلينجوال فورد العالي ده معمول باتنين جلاند صغيرين تحت التانج اسمهم سابلينجوال جلاند. ماشي الكلام؟ الكلام ده على فكره احسن حاجه تشوفها على الليبنج مش هتشوفها على الجثه. يعني انت لما تقلب كده بالطنج من تحت لو بصيت على الطنج من تحت كده هتلاقي في خط في نص الطنج كده، الخط ده هنسميه فرينيولام ايه؟ لينجولي او فرينيولام اوف ذا تانج. ماشي الكلام؟ حوالين البيز اوف ذا تانج من جوه خالص هتلاقي فيه حتتين عاليين كده صغيرين، الجنب الكبير ده والجنب الكبير ده اسمه سابلينجوال فولد. سابلينجوال فولد. ده اللي فاتح ده اللي فيه السابلينجوال سليبري جلاند. تحت الفرينيولوم في حته عاليه كده اسمها سابلينجوال بابيلا. سابلينجوال بابيلا ده مكان الفتحه بتاعه السابمانديبولار جلاند. مش انا عندي سليبري جلاند المفروض السليبري جلاند ليها دكت والدكت بتاعتي بتاخد السكريشن والسكريشن بتروح في الماوس. اصل انا عامل سلايفيشن ليه؟ اعرق بيها مثلا؟ خلاص سلايفيشن هعرق ولا سلايفيشن هتسكريت فلويد في الماوس؟ هتسكريت فلويد في الماوس، صح الكلام؟ يبقى لازم كله يفتح في الماوس. البارود اللي عندك فتحت في الديستريبيوتور في الماوس
سكن الامولا ماشي كلام. بعد كده السبلينجوال جلاند والسبلينجوال جلاند بيفتحوا في حته اسمها السبلينجوال بابيل والسبلينجوال فولد تحت الفرينيو جنب الفرينيو لما هو الطن على الاندر سيرفيس اوف الطن. فالحته دي بصراحه اكتر حاجه تشوفها فين في الليفينج، تشوفها على واحد صاحبك كل واحد يشوفها على الثاني. مش دلوقتي يا بني ادم اللي هو مش هنشتغل بقى كل واحد يفتح هو يقول له اسنانك وحشه ويقول له ركب تقويم ويقول له روح اغسل بكره. مش عايزين نتصور حصل بعد كده. في عندي حاجه اسمها الهارد بلد والسوفت بلد، والبلد بتوصل فوق. لما تيجي تفتح بقك قوي كده وتبص على الجناب من فوق، شوف انت الشبيك بتاعي، تبص على الجناب من فوق. على الجناب من فوق هتلاقي كره الناحيه دي وكره الناحيه دي، صح؟ الكره الناحيه دي والكره الناحيه دي اللي السيرفس بتاعها مخرم دي، دي اسمها بلاتاين تونسلز الليوز. دي اسمها بلاتاين ايه؟ تونسلز. البلاتاين تونسلز او الليوز دي متحوطه في اثنين فولدز، في اثنين فولدز كده، فولد يعني حته عاليه من الميمبرس ممبرين، تو فولدز عاليين كده، واحده من بره اسمها بلاتو جلوسال فولد وواحده من جوه اسمها بلاتو فارينجيال فولد، والحفره اللي في النص اسمها بلاتاين تونسلز اللي فيها التونسلز. طبعا انا بتكلم كايس، بتكلم لوغاريتمات وفي الغاز، صح؟ فانت لو بصيت كده على الماوس الكافيتي الطنج بتاعك هيبقى كده، لو ده الطنج بتاعك كده شوف انا ببص من هنا بتلاقي في حاجه واحده نازله في النص كده، ها بتاع مدلدله في النص نازله كده، حته اللحمه الصغيره اللي نازله دي اسمها ايه؟ بالعربي بالفلاح بتاع كل عارفين، ها في بتاع نازله كده اسمها ايه؟ كلب ده ابيض كلب اسمها ايه؟ ها؟ اللهاب مش لسان المزمار. يعني الواحد بيقول لي لسان المزمار من تحت سبب لسان المزمار ده حاجه ثانيه اسمها ايبيكلوبس دي موجوده ورا، انما البتاع المدلدله اللي في النص دي بتفتح بقى فيه بتاع صغيره نازله كده دي اسمها اللهاء او بنسميها اليوفيولا. اسمها ايه؟ يوفيولا. اسمها ايه؟ يوفيولا. اسمها يوفيولا. اليوفيولا دي نازله من حاجه اسمها سوفت بالانت. سوفت بالانت نازل كده منه حاجه اسمها يوفيولا. على الجنب كده هتلاقي في حفره فيها كوره يمين وكوره شمال، صح؟ الكوره اليمين والكوره الشمال دي اسمها البلاتاين تونسل. بلاتاين ايه؟ تونسل. البلاتاين تونسلز دي نايمه في حته اسمها بلاتاين فوسا بالفينا مترافا. نعم لكن تستخبى ورا الوقت الطويل. لكن فاكرني مش شايف يعني. استخبى على طول وراك كده. في حاجه اسمها بلاتاين تونسلز. البلاتاين تونسلز دي هتلاقيها محاطه باثنين فولدز، واحد اسمه بلاتو جلوسال فولد واللي جوه اسمه بلاتو فارينجيال فولد او بلاتو فارينجيال ارش. ماشي الكلام يا شباب؟ يعني كده اول ما تدخل هتقابلك دي بتاع نازله في النص كده، اللي نازله في النص دي اسمها يوفيولا جايه من حاجه اسمها سوفت بالانت. لو بصيت على الجنب الناحيه دي هتلاقي في كوره كده كوره كده اسمها تونسلز بلاتاين تونسلز. ماشي؟ التونسل دي حته الميوكاس ممبرين اللي قدامها اسمها بلاتو جلوسال فولد، حته الميوكاس ممبرين اللي وراها اسمه بلاتو فارينجيال فولد. ماشي الكلام؟ على فكره جوه بقى هنا الكوسس عندنا كلها ناس كبيره في السن. التونسل بيحصل لها اتروفي في البولد ايج. ماشي؟ يعني التونسل دي تشوفها في العيال الصغيره لغايه 3 سنين لغايه 5 سنين 8 سنين تلاقي اللوج بتاعته كبيره قد كده، عشان دي الفيرست لاين اوف ديفنسيف ميكانيزم. بعد كده بيحصل لها اتروفي. ممكن في ناس بتعمل عمليه وتعمل تونسلكتومي وتشيلها خلاص؟ فانت ممكن جوه ليه التونسل اللي ما لقيتش دور على جثه فيها تونسل. مش لازم كل الجثث يبقى فيها تونسل.
ولقيت حاجه صغيره كين ومخرمه، الاوتر سيرفيس بتاعها بيبقى مخرم كده ماشي، اسمها ايه؟ فالاتاين بوست. شفتها شفتها، ما شفتهاش دور عليها في جثه ثانيه، ما شفتهاش شوف الفصه بس، الحفره نفسها بالفوتس بتاعتها ماشي الكلام. بعد كده بيبقى في حاجه اسمها كومبوننت اوف ذا هارت بالت والسوفت بالت. ايه الكومبوننت اوف ذا هارت بالت؟ البونز بتاعت الهارت بالت ايه؟ حاجات كتيرة جدا النهارده صراحة. الهارت بالت بتاعي لما تقلب السكال بتاعتك كده هتلاقي دي حتة عظمة كبيرة، حتة العظمة دي فيها فيشر في النص قاسمها نصين ماشي؟ في واحد كده اسمه هورزونتال فليتس اوف ذا بالاتاين بونز، وحاجة اسمها البالاتاين بروسيس اوف ذا ماكزيلا. في عظم اسمه بالاتاين بونز خلاص، وفي عظم اسمه الايه؟ الماكزيلا. الهارت بالت بتاعك لما تقلبه هتلاقي فيه اسنان محطوطه كده، الاسنان بتاعتي دي بتعمل لك حاجه اسمها ايه؟ الالفولار ارش. وبعد كده بيبقى فيه حاجه اسمها البالاتاين بروسيس او ماكسيلا، ده اسمه بالاتاين بروسيس اوف ماكسيلا. وراه حاجه اسمها هوريزونتال بليد وبالاتاين بون. خدوها في السكال ولا ما خدوش؟ ولا السكال على سنه ثالثه؟ هنا موجود. ولا انت خدوها؟ بص يا اولاد لما تقلبوا السكال كده تحت هتشوف الحته دي اللي بتاع السوسته دي نازله من تحت، من تحت كده في عظمه اسمها الهارد بالت. خلاص؟ الهارد بالت ده هتلاقيه مقسوم نصين، تلتين قدام وتلت ورا. التلت اللي التلتين اللي قدام اسمهم بلاطان بروسيس وماكسيلا، التلت اللي ورا اسمه هورزونتال بليد وبلاطان بون. المفروض بيبقى ماسك فين؟ هو بقى ماسل متغطيه بميوكاس ممبرين اسمها سوفت بالت. سوفت بالت ده عباره عن ماسل متغطيه بميوكاس ممبرين اسمها سوفت ايه؟ بالت. التانك بتاعنا لو ده التانك المفروض ده كلام نظري بقى اخر حته معلش هقولها. التانك بتاعنا بيبقى مقسوم لانتيل 2 ثيرد وبوستير 1 ثيرد. الاسماء بتاعتهم في حاجه اسمها سالكس تيرمينيز. اسمه سالكس ايه؟ تيرمينيز. مكانهم فتحه كده، في فتحه في النص اسمها فورامين سيكم. المفروض بيقول لك في هنا حاجه اسمها سيركم فاليت بابيلي، سيركم فاليت بابيلي، وفي حاجه هنا اسمها فانجي فورم بابيلي، وبعد كده في هنا حاجه اسمها ليمفويد فوليكلز. مش انت بتشوف، انت بتشوف سطح التانج ده سموس ولا مش سموس؟ مش سموس طبعا، تلاقيه كده عامل زي القطيفه، ها؟ عارفين قماشه القطيفه؟ ها؟ عامل زي القطيفه كده وفي حتت عاليه، الحتت العاليه دي عليها تيست بات، تيست بات علشان هو بيبقى ايه؟ اصلا الفانكشن بتاعتك تيست سنسيشن، ها؟ فبيبقى في حاجه اسمها الفانج بابيلي، في نوع اسمه سيرفان باليت، في حاجه اسمها فانج فورم، وفي حاجه اسمها ساركس تيميتانز او ساركس تيميتانز والفورامين سيكا. بص الحاجات دي، الحاجات دي هتعرفها نظري بس، يقول لك ممكن السيرفان باليت بابيلي يوريها لك فوق. مفيش حاجه اسمها ساركس تيميتانز والفورامين سيكا بتاعت شغل. هيقول لك ده مكانه. يقول لك ده ايه؟ مكانه. دولت لازم تعرفوهم. بلاطين بروسيس وماكزيلا هورزونتال بليتس اوف بلاطين بون. الجينيو بروسس ماسل والهاي بروسس ماسل والستايل بروسس ماسل لازم تشوفوه. بلاطين بروسس شفتها شفتها ما شفتهاش وما تزعلش. الفيستيبيول اوف ذا ماوس هتشوفه. خلاص؟ فتحه الباروت الداكت مش هتشوفها. هتشوفها عليك انت. انما في البروسس جوه يعني هيقول لك برضه ده مكان. ده مكان. بعد كده في البلاد بلوسال فولد والبلاد فالنجيال فولد وبينهم التونسيلا الفرصه وفيهم جوه الايه؟ بلطان فولد. يلا بص عشان